التقت اليوم وزيرة الإعلام وناطق رسمي باسم الحكومة مادلين ألينجي بأعضاء الشركة المكلفة بمد المبنى الجديد للإذاعة والتلفزيون بالمعدات الحديثة، وقد تطرق الجانبان إلى مسألة تدريب الفنيين التشاديين حول استخدام هذه الأجهزة. اللقاء كان بحضور مسؤولي المؤسستين. تقرير إبراهيم محمد موسى. هذا الاجتماع جمع بوزيرة الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة والمكلف بالعلاقات مع الجمعية الوطنية مادلين ألينجي، حيث اجتمعت مع كافة مدراء والفنيين بالإضافة إلى الطاقم الفني فيديو ميديا التي تمثل الجهة المكلفة بشق الفني وتدريب القطاع الفني لأجل إعداد هذه المجموعة على التعامل مع المبنى الجديد للإذاعة والتلفزيون. وزيرة الإعلام من ناحيتها أشارت بالاجتماع الذي استغرق زهاء 45 دقيقة بهدف الخروج إلى إعداد فنيين ومختصين من الإعلاميين لتأهيلهم على المجالات الفنية طيلة وجود هؤلاء المختصين. كما انتهزت الوزيرة هذه السانحة وقدمت شكرها إلى مجموعة المناع على جهدها القائم في العمل الدؤوب من أجل إنجاح هذا المشروع. وفي الختام مسؤول مجموعة المناع أشاد بالجهود المبذولة من قبل الشركة وأن المشروع أشرف على الانتهاء.